فإن وثائق التقويم الإسلامي وكذلك الفتوى الصادرة من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية يقتضيان ويوضحان بأن يوم السبت 11 من شهر 8 2018 هو اليوم المكمل للتاسع والعشرون من شهر ذي القعدة، وإن يوم الأحد الموافق 12/8/2018 هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم الوقوف بعرفة يكون يوم الاثنين الموافق يوم 20/8/2018، وإن يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى المبارك يكون بيوم الثلاثاء 21/8/2018، أعاده الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والسلام.